نرجع نسمع كلمة ألمانيا ونعود مرة. وهذه المفاوضات قد تؤدي إلى نتائج مبكرة. شكرا سيادة الرئيس. Représentant de la République dominicaine, s'il m'entend. Non, Monsieur le Président, peut-être on peut prendre le suivant. Oui. Nous reviendrons à la République dominicaine prochainement et je donne la parole au représentant de la Chine. Xiao Jun. Thank you. Thank you, Mr. President. الصين. طب خلينا نسمع الصين. مرحبا، أنا سأدلب الكلمة مختصرة. أنا أريد أن أحيي وزير خارجية مصر وسفير مصر وسفير السودان. السودان تنظر إلى المشروع الأثيوبي بأهمية كبيرة، ونحن نلاحظ المواقف المعبر عنها من خلال خطاب وزير خارجية مصر والسودان وأثيوبيا. نحن نفهم مخاوف الثلاث بلدان بشأن هذا الموضوع. نحن نرحب بقمة بيورو التابعة للاتحاد الأفريقي، ونحن نرحب أيضا بالاجتماع في يونيو 2006، وأن العديد من البلدان كانت عازمة على حل هذه الخلافات. الاستفادة من المياه العابرة للحدود هامة جدا، و يجب أيضا أن نوازن ما بين مصالح بلدان المنبع وبلدان المصب. الصين تعتبر أن هذه القضية يجب أن تعالج من خلال الحوار بين الثلاث بلدان والمفاوضات وصولا للمصالح المشتركة. البلدان الأفريقية لديها تقاليد محترمة لحل المشكلات من خلال الحوار والمشاورات. مصر وأثيوبيا والسودان هم بلدان هامة جدا في المنطقة وأصدقاء للصين. الصين تتمنى بشدة أن الثلاث بلدان يتوصلوا إلى حل، وهو حل مقبول للثلاث بلدان من خلال المباحثات والمفاوضات. نحن نتمنى من المجتمع الدولي أن يخلق بيئة مساعدة وداعمة للثلاث بلدان حتى يقللوا الخلافات، وذلك من خلال المباحثات والحوار، وذلك للحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية في أفريقيا. هذا الأمر لا يجب أن يكون سابقا، فنحن مستعدون أن نتعاون مع جميع الأفراق حتى نلعب دور فعال في هذه القضية. شكرا جزيلا. إذن كلمة الصين، يجب أن يكون هناك توازن بين بلدان المصالح، بلدان المصب وبلدان المنبع. البلدان الإفريقية لديها تقاليد محترمة في حل مشكلاتها، ومستعدون في الصين أن نتعاون مع جميع الأطراف للوصول إلى حل. وكانت كلمة قصيرة للصين، لكنها ذكرت التوازن، من الكلمات القليلة التي ذكرت التوازن ما بين بلدان المصب وبلدان